مال الاكشن متاع التستيكولر اندروجين اصلا شني شني الاكشن متاعه. الاكشن متاع التستيكولر اندروجين او هي نفس اصلا تستيكولر هرمون تمام عنده تو مين اكشنز. تمام شنو هما تو مين اكشنز؟ تو مين اكشن. فاول حاجه تسموها ماسكولينايزنج افكت تمام ماسكولينايزنج افكت تانية حتكون أكتر شيء نقول اللي هو حيكون ميتابوليك تمام ميتابوليك إفكت تمام ماسكولينايزنج إفكت وعندك اللي هو حيكون ميتابوليك إفكت. أنت لما تكلم لي على التستوستيرون باي حتكلم لي شنو يصير في البرايمري سكس أورجن وشنو يصير في السكندري اللي هو حيكون شنو سكس أورجن باي. فأول حاجة عندك البرايمري سكس أورجن وعندك اللي هو حيكون للسكندري سكس أورجن. فمن ناحية البرايمري أكيد المسؤول اللي هو حيكون على شني على الديفلوبمنت. فأول حاجة هو المسؤول أصلا على الديسندنج متاع التستس. مش قلنا أصلا في الألتراساوند نشوفه فيه على خاطر شني عرفنا مين لأنه في صار في ديسندنج بشني بالتستوستيرون اللي يطلع من المنين جينيتالرج على خاطر شني على خاطر الواي كروموزوم. فأول حاجة ديلك في ديسند التستس هذه رقم واحد. ما أنا شني تاني ديلك أكيد اللي هو حيكون شني اللي هو حيكون essential for development والgrowth ونقول spermatogenesis. ترى لو تتذكر أما ستيج من سبرماتوجينيسيس دار التستيكولر إيرلي ولا ليت؟ إيرلي مايوتك ولا ميتوتك؟ مايوتك فرد بالك منها. ما أنا من هم اللي داروا للليت اليوتنايزنج هرمون والفوليكولر ستيميليتنج هرمون مش اليوتنايزنج آسف الفوليكولر ستيميليتنج والإستروجين. الفوليكولر ستيميليتنج والإستروجين اليوتنايزنج لا دار سبيرميشن طلع ومشال الانترستيشال دار اللي وريليس لشين للتستوستيرون باهي تمام. هذا اللي هو حيكون من ناحيه ال من ناحيه اللي هو حيكون الافكت متاعه تمام دقيقه بس تمام. زي ما قلنا اللي هو حيكون عنده شنو عنده اليوم الماسكولينايزنج افكت اللي هو حيكون على البرايمري اورجن مسؤول على الديسندنج متاع التستس وسبيرماتوجينيسيس تمام. عنده اللي هو حيكون من الفانكشن متاعه اللي هو حيكون على السكندري اللي هو حيكون سكس اورجنز. من ناحية اللي هو يخدم لما يخدم على السكندري سكس اورجنز نلقى اللي هو حيكون عبارة عشان يخدم في مرحلة اللي هو حيكون الامبريو باي مرحلة اللي هو حيكون الامبريونيك لايف باي. وبعدين عندك حتى اللي هو فيه بري بيوبرتي وفيه اللي حيكون at the puberty. من توا التستوستيرون في البري بيوبرتي دورمنت يعني فوته خامل. في الامبريو مسؤول اللي هو حيكون عبارة عن شني على الأورجنز اللي هو حيكون مسؤول جدا على الديفلوبمنت اوف شني اللي هو حيكون الديفلوبمنت والجروث متاع اليو سكشوال أورجنز بدات السكندري سكشوال أورجنز تمام. فنقدر نقول ان الامبريو اللي الديفلوبمنت ديفلوبمنت and growth باهي. بري بيبرتي دورمنت زي ما قلنا اللي هو حيكون خامل لان اللي هو انهبتد باليوتنايزنج اليوتنايزنج هرمون انهبتد بالتستوستيرون شويه فالتستوستيرون ما عادش يطلع. من ناحيه اللي هو حيكون البيبرتي ما نش تلقاه ادي بيبرتي هذا تلقاه مهم مهم علاش باش يصنع لك اللي هو حيكون شني فور سبرماتوجينيسيس سبرماتو جينيسيس. تاني حاجة إنه يخلي لك اللي هو مينتين اللي هو حيكون شني السكندري سكس أورجنز يعني التيوب مثل البديدمس والفاز ديفرنس والجاكليتوري دكت عندك اللي هو حيكون عبارة شني يخليهم يحافظ عليهم لأنه لو نقص التستوستيرون حيخشك في شني يخشك في أتروفي تمام. يدخلك اللي هو حيكون في شني يدخلك اللي هو حيكون في أتروفي تمام. هذا اللي هو حيكون من ناحية اللي على البرايمري وعلي السكندري تمام. أنا حنمسح الميتابوليك لأنه مازال في كلام هلبة باي.
تمام، هذا اللي هو حيكون من ناحية اللي هو السكندري. تو بنفتح موضوع جديد، لأن هذا حيكون بسيط ومعلومات عامة بهي، اللي هو حيكون على السكندري سكس كاركترستيك. تمام، في البداية تكلمنا على البرايمري سكس أورجن، وتكلمنا اللي هو حيكون على السكندري سكس أورجن بهي، وتو بنتكلم اللي هو حيكون عبارة عن شنو، بنتكلموا على الكاركترستيكس. تمام، فنسموه فيها السكندري كاركترستيكس أو كاركترز. تمام، هذه السكندري اللي هي كاركترز. با من ناحية هذه انت حتبدأ في اللي هو حيكون حاجات بسيطة جدا. أولا مثلا اللي هو حيكون الهير ديما التستوستيرون يخدم عكس الاستروجين في الحاجات هذه. فأول حاجة نقوله رقم واحد اللي هو الهير باي ينقص لك في السكالب هير باهي، ويزيد لك في البادي هير. يعني سكالب يصلع اكتر، لكن البادي هير تلقاها اللي هو حيكون عبارة شني زايد. تمام، البادي هير طبعا منه حتى هو اللي عبارة شني بيوبك هير باهي. وطبعا في البيوبك هير في كاركترستيك تانية يقولوا فيها اللي هو البيوبك هير ان البيوبك هير تلقى في الميل، هذه في الميل ان الايباكس متاع اللي هو حيكون شني ابورد. تمام، الايباكس متاع وين ابورد اللي هو حيكون عكسه في الفيميل باهي. هذا اللي هو واحد من ناحية الهير. اثنين اللي هو السكن، اكيد مش حيكون اللي هو السكن متاع الميل حيكون صف، فنقوله انه ثيك باهي، حيكون مور ثيك، وانه حيكون فيه ميلانين صبغة اكتر، فميلانين ديبوزيشن باهي. وعندك اكيد اللي هو حيكون عبارة شني التستوستيرون، وهذه حاجة حتى ممكن جي ام سي كيو انه يزيد لك اللي هو حيكون في اللي هو اويلي سيباشس جلاند سكريشن. تمام، فنقوله انه اللي هو انكريز في السيباشس gland secretion. تمام، هذه مهمة لأن بنتكلموا بعدين في الفيميل الاستروجين يدير لك watery secretion. شو معناها watery secretion؟ watery secretion اللي هو حيكون معناها watery secretion اللي هو حيكون معناها شني أقل oily، يعني ما يديرش في يسكرش في البور، معناها الفيميل في الأكني أقل من الميل. تمام، هذه اللي هو حيكون من ناحية اللي هو السكن. من ناحية اللي هو حيكون حاجة تانية وكل معلومات عامة الفويس. الفويس أكيد اللي هو حيكون إن الميل اللي هو حيكون خير الفويس متاعه حيكون ديبر ولور بيتش. علاش؟ لأن في ديفلوبمنت لارنجيال مصل. تمام، فعندك اللي هو حيكون هذه اللي هو لارنكس انلارجمنت على خاطر المصل، فاللارنكس انلارجد بهذه رقم واحد اللارينكس اللي هو انلارجد، فتلقى الفويس اغلط ديبر باي، وتلقاه لور بيتش يعني مش حاد، لور بيتش باي. وعندك اللي هو حيكون وفي زي الخشونه شويه فنسموه فيها هورسنس. تمام، فهذه من ناحيه اللي هو حيكون الصوت الهورسنس. تمام، فهذا اللي هو حيكون من ناحيه الصوت. بعدين عندك اللي هو حيكون اربعه، طبعا اللي هو حيكون البادي change. اول حاجة الميل والفيميل هنا عكس. تمام، ففي الفيميل تلقى narrow shoulders broad pelvic، لكن الميل تلقى broad shoulder elongated و narrow pelvis. تمام، فهذه من ناحية هنا تلقى broad shoulders، تلقى عندك اللي هو narrow ونقوله elongated pelvis. تمام، بعدين عندك اللي هو حيكون عبارة عن شنو، طبعا المسكيلر ماس.
بعدين اخر اللي هو حيكون نتكلم على behavior effect متاعها. طبعا اكيد التستوستيرون بالبيوبرتي حيغير على المنتاليتي، نعرفوا انه اكثر الناس يستخدموا فادي كعذر اللي قاعد مراهق مش عارف شني، مع انه قصدي هو صح behavior effect مش الدرجة يعني. فعندك نقول اللي هو حيكون ال behavior effect تقريبا غلط في spelling، انا behavior effect يعني صح. باي، فأول حاجة من الناحية هذه تلقاه aggressive factor، عنده شوية aggro ف aggressive. تلقاه أكتر ناشط شوية، فعندك اللي هو عنده active attitude. وعنده interest اللي هو حيكون in the opposite gender. opposite gender تمام. فهذا من اللي هو حيكون الافكت متاع الماسكلينايزنج متاع التستوستيرون. ففي البدايه البرايمري شن دار لك اللي هو حيكون دار لك ديسندنج للتستس والامبريو ودخل حتى في سبرماتوجينيسيس باي. وعندك اللي هو حيكون من ناحيه السكندري مانا في الامبريو دار الديفلوبمنت والجروث، بري بيورتي ما دخلهاش. وبعدين اللي هو حيكون في البيبرتي اللي هو حيكون خلى المينتيننس للسكندري اورجنز. وفي سبرماتوجينيسيس قلنا من قبل السكندري كاركترستيك في الهير ينقص السكال بيزيد البودي، البيبك هير الابكس ابورد، سكين ثيك اكتر ميلانين، وتلقى اللي هو حيكون السيباشس جلاند زيد، الفويس تلقى لارينجيال انكريس ديبنز للفويس لور بيتش وهورسنس، بودي ان شيب تلقى برود شولدر نور الونجيتد بلفس اند مسل ماس انكريسد باي بيهافيور اجريسيف اكتيف اند انترست ان ذا اوبوزيت جندر. هذا من ناحيه اللي هو حيكون الافكت متاع مني اللي هو حيكون الافكت اوف اللي هو حيكون الافكت متاع الماسكلينايزنج افكت. تاني حاجه بنكتبوها هنا اللي هو حيكون الميتابوليك افكت تمام. فهنا نقول لك عندك اللي هو حيكون الميتابوليك افكت تمام. فهذا اللي هو حيكون الميتابوليك افكت متاعها. شنو هو الميتابوليك افكت؟ الميتابوليك افكت سهل جدا وبسيط تمام. فاول حاجه في حاجه واحده بس مهمه بروحها، فانا بنكتبهم على السريع. اول حاجه يخدم على البروتين رقم واحد، فيزيد في البروتين سينثيسس. بيتبع ترى لما يزيد البروتين معناه اكيد يزيد في الار بي سي كاونت ولا معاهم الزوز اكيد، بما انه يزيد في هذا كله فاكيد يزيد لك في البي ام ار اللي هو البيسك ميتابوليك ريت. باهي هذا من اليوم حيكون الثلاثه اللي هو حيكون السهلات. والرابعه زيد معاه مش هو ستيرويد هرمون، بما انه ستيرويد هرمون اعتبره طلع من السوبر رينال كورتيك. وشني فيه معاه فوق معاه ميلانون اللي هو نسموه فيه مينرال ستيرويد ولا اللي هو حيكون الدستيرون، فاكيد يخدم شويه اللي هو حيكون شني سولت ووتر ريتنشن. فنقولوا انه شني ويك مينرالو كورتيكويد اكتيفيتي. باهي خلاص هذا من رابع اربع سهلات. اعطيني الخامسه هي المهمه. شنو مهمه؟ ان تدير لك اللي هو حيكون شنو سبورت نتاع الجروث نتاع البون تمام. تدير لك اللي هو حيكون سبورت اللي هو حيكون شنو تزيد لك في الجروث نتاع البون. باي جروث of bone. فدير لك دير لك شنو يدير لك في ديلي للكلوجر متاع الابيفيزيال بليت. ديلي كلوجر متاع الابيفيزيال بليت. فتلقاه الناس اللي عندهم زيادة هلبة في التستوستيرون راه مرات حتى اللي هو يزيدوا في الطول. لكن للعلم باش نشوفها بعدين، اصلا انت قصدي هذه حاجة نشبعوا فيها، ان الفيميل السبورت متاع الجروث متاعهم اكتر تمام. ف يزيدوا في الطول اسرع من اللي هو حيكون الميل. والحالات المرضية اللي عندهم زيادة في الاستروجين في الفيميل بالذات تلقاها طويلة
تمام. فهذه اللي هو حيكون لانه يدير في ديلي للكلوجر نتاع الابيفيزيال بليت هو تمام. فهذا اللي هو حيكون الميتابوليك افكت سهل جدا سهل جدا، بروتين ار بي سي بي ام ار مينرال كورتيكويد، واخر حاجه اللي هو حيكون الجروث نتاع البون. قبلها طبعا برايمري اللي هو حيكون ديسند للتست سبرماتوجينيسيس، بعدين عندك اللي هو حيكون السكندري اللي هو حيكون الجروث والديفلوبمنت اللي حيكون اوف ذا اورجنز، ومع اللي هو حيكون مينتيننس للسكندري سكشوال اورجنز. عندك اللي هو حيكون من ناحيه اللي هو ماسكلينايزنج افكت اللي هو حيكون لما تكلمنا على الهير كيف اللي هو حيكون السكالب ينقص، البادي هير يزيد، البيبك ابيكس ابورد، السكين تلقى اللي هو حيكون ال مور ثيك في الميل، تلقى سيبشس جلاند اكتر، تلقى الميلانين اكتر، الفويس ديبند لور ان بيتش، هورسنس ديو تو انلارجمنت اللارينكس عن طريق اللارينجيال مسل، البادي كونفورميشن برود او اللي بادي كاركترستكس اللي حيكون البرود شولدر نارو الونجيتد بلفس انكريسينج ماسكلينايزنج افكت، البيهافير اتيتود اكتف اند انترست اون دوبز جندر. تمام. فهذا هو عندك اللي هو حيكون الاكشن اوف تستوستيرون. للعلم لو انت حفظت هادم اقلبهم تلقاهم في الاستروجين وحيكون بالذات اسهل. طبعا الاستروجين غير شويه اقل انابوليك في البروتين سينثيسس ويخدم اكثر شيء في البون. هذا باش ندير فيهم واحد خمسه، باش نقول ان الخمسه اكثر من الواحد في الاستروجين، لكن اللي هو حيكون في هنا التستوستيرون ديما حيكون الاول اكثر من الخامس. باهي توا اللي هو حيكون اسهل حاجه اللي ممكن ولنا خبره فيها اصلا اللي هي حتكون الريجوليشن. تمام. عندك اللي هي الريجوليشن متاع مني، اكيد الريجوليشن اللي هو حيكون اوف تستوستيرون. با الريجوليشن متاعها ببساطه جدا، اول حاجه اللي هو حيكون عباره عن شنو من ناحيه اللي هو حيكون البيتيوتري. تمام. عندك اللي هو حيكون من البيتيوتري. باي كيف من البيتيوتري؟ طبعا تستوستيرون من يزيد فيه اليوتينايزنج، مش قلنا اليوتينايزنج باي نراجعه شوية، مش قلنا اليوتينايزنج يمشي أول حاجة لل اللي هو نسمو فيها السيريتولي سل اللي هو حيكون شنو السيريتولي سل، بعدين يمشي للإنترستيشل لايدينج سل. فالسيريتولي سل يزيد من اللي هو حيكون شنو سبرميشن، لايدينج سل يزيد من التستوستيرون. باي للعلم أنا بكري تقريبا لما قلت إن الفوليكلر ستيميليتنج هرمون يحفز إن حتى اللايدينج يدير في شنو يدير في إنهبين واستروجين. باهي لكن العلم هو صح يحفز فيهم، يحفز فيهم، لكن المين افكت راح يمشي للسيروتولي سيل، ان حتى هي من غير سبرميشن تطلع لك في انترستي اللي هو الاستروجين والانهبين، فرد بالك منها. تمام. تو عندك اللي هو البيتيوتري، خلاص احنا عرفنا ان اليوتينايزنج هو مسؤول على التستوستيرون ريليس من اللايدنج. باهي نتكلم على البيتيوتري، طلع لك في حاجه اسمها جونيدو تروفين هرمون. تمام. عندك اللي هو هذه نسموه فيها اللي هو حيكون الجونيدو تروفين هرمون، جونيدو تروفين هرمون. باهي هذه اللي هو حيكون الجونيدو تروفين هرمون. الجونيدو تروفين هرمون اللي هو طبعا بين قوسين اليوتينايزنج هرمون. تمام. هو اللي يمشي يحفز في اللايدنج سيل باش يعطي التستوستيرون. با لو صار انكريس في التستوستيرون شن بيدير اللي هو حيكون ال شن بيدير التستوستيرون هذا اللي هو حيكون بيدير فيدباك اللي هو حيكون شنو يدير في فيدباك انهبيشن. فهذا تو مخشو اللي هو حيكون على حاجه نسموه فيها شنو اللي هو حيكون الفيدباك. لكن قبل كل شيء اصلا من يحفز في البيتيوتري؟ اكيد فوقه المدير متاعه اللي هو الهايبوثالاموس. تمام. والهايبوثالاموس شنو يعطيك؟ جونيدوتروفين ريليسينج هرمون. فهمت كيف؟ فهذه هي، فعندك الجونيدوتروفين ريليسينج هرمون يعطي للبيتيوتري باش تطلع جونيدوتروفين هرمون اللي هو اليوتينايزنج، يمشي للايدنج سيل يطلع لك التستوستيرون. التستوستيرون عنده فيدباك انهيبيشن، لما يزيد التستوستيرون، لما يزيد هلبة التستوستيرون شنو يمشي يدير؟ يمشي يدير لك في انهيبيشن للجونيدو تروفين ريليسينج هرمون من الهايبوثالاموس، وهذا نسموه فيه الفيدباك ريجوليشن. تمام. هذا اللي هو حيكون نسموه فيه الفيدباك انهبيشن او الفيدباك ريجوليشن. تمام. فعندك اللي هو حيكون من ناحيه هذه قلنا اللي هو حيكون الليفل بتاع البيتيوتري والهايبوثالاموس. باهي وعندك اللي هو من ناحيه الفيدباك. تمام. فهذا هو من ناحيه اللي هو حيكون ال
افكت متاع التستوستيرون. تمام، توا ما نخش عندك اللي هو حيكون حاجة اللي هي نسمو فيها الابنورماليتيز. معش مازلنا شوية اصلا، مازلنا ابنورماليتيز هايبو هايبر وشوية كلام على السبيرم مع السيريتوليسل. تمام، فاول حاجة عندك اللي نتكلم عليها اللي هي حتكون في هايبوغونيدزم وفي هايبرغونيدزم زي ما نعرفه طبيعي جدا. فلو نديره موضوع جديد ناكي. تمام دقيقة بس. تمام، اول حاجه نسموها فيها الاب نور ماليتيز. تمام، اوف تستيكولار فورميشن. تمام، هذا الاب نورماليتيز بتاع التستيكولار فورميشن. التايبز متاعها اول حاجه نعرف انه يتكون من هايبوغونيدزم وهايبرغونيدزم. تمام، هايبر وهايبوغونيدزم، فرقم واحد نبدو بها اللي هي الهايبوغونيدزم. باي هايبوغونيدزم شو معنى الهايبوغونيدزم؟ اكيد اللي هو حيكون نقص. تمام، اللي هو هايبوغونيدزم نقص، معروفه جدا انه هايبو نقص. شنو هو النقص؟ وين ممكن يكون برايمري وممكن يكون سكندري. تمام، البرايمري هذه البرايمري في التستس، اما السكندري في البيتيوتري. تمام، فعندك البرايمري والسكندري اللي هو حيكون من ناحيه اللي هو حيكون الهايبوغونيدزم. البرايمري حتى يتقسم في اللي هو حيكون شو معناه البرايمري؟ معناه التستس، معناه ان التستس اللي هو حيكون فيلد باهي to produce شني تستوستيرون. تمام، مش عارف قديش تي حطيتها تستوستيرون كتبتها صح ما نكتب فيها بالعم يعني. المهم من ناحية البيتيوتري ان ديفكت في الجونادو تروبين، فمعاش يطلع لك اللي هو حيكون اليوتينايزنج، فمعاش يطلع لك اللي هو التستوستيرون. باهي تمام، تو نديرو رسمة بسيطة جدا هيكي باش نربطوهم مع بعض. اعطيني هنا هيكي اللي هي حتكون البيتيوتري. باهي، وهنا اللي هو حيكون التستس. تمام، نقوله ما تمام، هذه اللي هو حيكون التستس وهنا اللي هو حيكون البيتيوتري جلاند. تمام، لما بنتكلم توا اللي هو حيكون احنا عندنا من البدايه. باهي، انا من نبي نوصل فكره واحده بس من الشيء هذا، بدنا نمسحها يا رسمه جدا معاقه شوي. لما يكون التستس صاير له ديفكت، باهي الانتيرير بيتيوتري يطلع في جونادوتروفين هرمون جونادوتروبين. باهي يمشي للتستس يقول له اخدم، التستس يقول له ما نبيش، يقول له بقى ما انا منزيدك اخدم يا راجل ما نبيش اخدم ما نبيش اخدم ما نبيش. فتلقى في البرايمري زيادة في الجونادوتروفين، زيادة في شني؟ زيادة في الجونادوتروبين. هذا اللي يوحكم من ناحية البرايمري. ما انا لو قلبنا الآية وكانت اللي هو حيكون المشكلة في السكندري. تمام، المشكلة وين كانت؟ في السكندري. تمام، لو كان اللي هو حيكون الديفكت في السكندري معناه معاش في بيتيوتري هرمون، معناه معاش عندك اللي هو حيكون لو جونادو تروبين ولا. فشفت الفرق؟ هذا اللي نبي نوصل لنا، نبي نوصل له ان الفرق باي بيناتهم ان في البرايمري
تلقى الهاي من هو تلقى الجونادوتروبين زايدة ولا لا، تلقى زيادة في الجونادوتروبين. مانا التستوستيرون من ناحية هذه تلقى اللي هو حيكون شني، تلقى اللي هو نقص من ناحية البيتيوتري، نقص في الجونادوتروبين. فهمت علي؟ فهذه اللي هو حيكون من ناحية شني، هذه اللي هو حيكون من ناحية اللي هي الهايبوغونيدزم. تمام، في تستس وفي بيتيوتري برايمري وسكندري. توم نتكلم اللي هو حيكون علي البرايمري. البرايمري لها نوعين، باي كاملة ومش كاملة، بس هذه هي مفيش حاجة قوية بكرة. complete، وعندك اللي هو incomplete. تمام، هذا اللي هو complete و incomplete. شو معنى complete؟ معناها الcomplete هذا سلم لي عليه حرفيا مفيش تستوستيرون، ذرة تستوستيرون في الدم، فهذا نسموه فيه شين، نسموه فيه castration. تمام، هذا نسموه في انكويدزم. تمام، فالاسمه اللي هو كاستريشن، انت احفظها كومبليت كاستريشن، نديرو لك حتى هنا ها كاستريشن. واسمه الثاني نسموه في الانكويدزم. تمام، فهذا هو انكويدزم. ايوه قبله في او ولا بعده؟ انكويدزم، انكويدزم. تمام، هذا اللي هو حيكون الكمبليت فيلر. بل انكمبليت، شنو الفرق بيناتهم اصلا؟ شو معناه انكمبليت؟ معناه شوف، ان بما انه مش التستوستيرون قلنا من بكري هو مسؤول على الديسندنج بتاع التستس، معناها هو اصلا تخيل ان التستس قاعده ما صار لهاش ديسندنج، لكن قاعده في الجسم الداخل، فتلقى شنو يصنع في تستوستيرون لكن ما فيش جيماتوجينيسيس، ما يصنعش في سبرم، فهذا هو اللي هو بارشل او انكمبليت. تمام، فهذه نسموها فيها شنو عندك اللي نسموها فيها كريبتورشيزم. تمام، فكريبتورشيزم تمام، هذا اللي هو حيكون انديسندد تستس، فنلقوا اللي هو حيكون عباره عن شنو، اللي هو حيكون سبرماتوجينيسيس. خيرها صير هذا ديفكت، لكن عندك التستوستيرون ريليس كونتينيوس. تمام، فهذا اللي هو حيكون عبارة عن شنو عندك، اللي هو حيكون من ناحية اللي هو حيكون البرايمري والسكندري. تو بنشوف المانيفستيشنز متاعهم. تمام، نشوفوا المانيفستيشن من المانيفستيشن بتاع الهايبوغونيدزم بشكل عام. تمام، هذا اللي هو حيكون المانيفستيشن. بايشن هو المانيفستيشن؟ المانيفستيشن اول حاجة عندك اللي هو حيكون في حالة الكمبليت وفي حالة الانكمبليت. كان كمبليت، تمام كمبليت، وكان قبل البيوبرتي. تمام، كان قبل البيوبرتي فنسمو فيه كومبليت بري بيوبرتال. تمام، فعندك اللي هو كومبليت، اصلا نادر تلقى بوست بيوبرتي، لكن كان اللي هو ديفكت في البوست بيوبرتي حنتكلم على ان اللي هو حيكون عباره شنو في اتروفي. تمام، فاول حاجه كومبليت اللي بري، وبعدين نتكلم على البوست. اول حاجه كان قبل اللي هو حيكون البيبرتي اصلا. فبالله هل بما ان عنده كومبليت وما فيش تستوستيرون بكل، باهي هل فيه سبيرم برودكشن؟ اكيد لا. فرقم واحد تلقى اللي هو عنده ستيريليتي عقم. تمام، فرقم واحد عنده اللي هو حيكون عفان الله ستيريليتي. باه شو مازال عنده الحاجات الاوبفيس بكل، يعني هل عنده سكندري سكس اورجنز؟ لا، ما مش صاير لهم سينثيسس. هل عنده سكندري سكس كاركترستكس؟ لا، لانه ما فيش تستوستيرون باش يدير الشيء هذا كله. باهي هل عنده زياده في البي ام ار؟ لا، نقص، لان قلنا بكري يزيد في البي ام ار. هل اللينكث نتاعه اللي هو حيكون عباره عن شنو، لينكث
اللينث متاع اليو يكون اطول ولا اقصر؟ حيكون اطول، تمام، اللي يكون taller than average adult. تمام، علاش؟ لان اليو حيكون يديلك في ديلي للابيفيزيال بليت. تقريبا انا قلتها في السبروت نتاع الجروث، قلت ان غادي يدير في ديلي، ولا انا كنت مفكر في الميكانيزم، لا يدير في ديلي في الابيفيزيال بليت. هو شنو يدير سبروت نتاع الجروث؟ انه يزيد في الجروث بشكل سريع جدا، لكن يسكر اللي هو حيكون اكسلريت. هادي اسف جدا، مش عارف كيف اصلا نضغط في هذه. سبورت نتاع الجروث يزيد في الاكسلريشن نتاع الطول، تمام، اكسلريت اللي هو حيكون الطول، لكن حتى في نفس الوقت يسكر الابيفيزيال بليت بسرعه. يعني هو الابيفيزيال بليت محدود، لما يزيد النمو، لكن في نفس الوقت يزيد اللي هو الوقت اللي بيتسكر فيه، فاكسلريت للكلوجر. عادي مش مشكله، اي حد يغلط. فهذا من ناحيه سبورت جروث، يفعل او يزيد اكسلريشن للجروث باش شيني، وفي نفس الوقت يتسكر بسرعه. معناها اي حد عنده ديفكت اللي هو حيكون في التستوستيرون وعنده هايبو فانكشن، فتلقى اللينث بتاعه تولر ذان افريج، لان شيني، لان في ديلي للكلوجر، لان هو التستوستيرون هو اللي سكر فيه، تمام. هذا اللي هو حيكون حاجه. ثاني حاجه عندك من ناحيه السايكولوجي، السايكولوجيكال اللي هو حيكون تشينج بتاعه، فتلقى اللي هو حيكون شيني يحس بروحه انفيرير، تمام. فعندك اللي هو الدبريشن ممكن، او نقول اللي هو حيكون اللي مارشن سكشولي انفيرير، تمام. هذا اللي هو حيكون كومبليت كان بري بيوبرتي باي. لكن عندك اللي هو حيكون كان بوست بيوبرتال، هذا اللي متكلمه عنه توا، اللي هو حيكون ونكتبها بس هنا، تمام. فعندك بوست بيوبرتال من ناحية رقم واحد، تمام، تلقى اللي هو حيكون عنده ستيراليتي، نفس الشيء. لكن هذا بما انه بوست، يعني في البريمورة طيبة، معناه كان صار للديفلوبمنت، معناه هذا شنو يبدو يطيحه بشوية، فتلقى اللي هو حيكون ان الاورجن والكاركترستيك باهي، وعندك اللي هو المصل بشكل عام يبدو ينقص بشوية، فتلقى اللي هو 2 باهي سكندري مثلا 6 اورجنز باي 3 secondary 6 characters. الزوز اللي مو حيكون يبدو يديرو في شين، يديرو لك اللي هو في regress، تمام، يديرو لك في شين، يديرو لك في regress، يعني يبدو ينقصو. وفي نفس الوقت تلقى حتى يصير لك اللي هو حيكون 4 اللي هو muscle wasting، تمام. المصل اللي هو البصل، مصل بولكنس، تبدا اللي هو حيكون شني تنقص. نفس الشيء اللي هو حيكون الانسان حيولي عباره شني باسيف وديبرسد وكذا، تمام. فباسيفنس باسيف وديبرسد، وان جنرال حيكون انفير حتى وريتبل، يعني جوه مش تمام. هذه اللي هو حيكون من ناحيه الهايبو، الابنورماليتيز من ناحيه الهايبو. نراجعوهم عبارة عن شني. أول حاجة اللي هو هايبو ممكن تكون برايمري اللي هو في التستس، فيل اللي حيكون برودوس تستوستيرون، ممكن اللي هو حيكون شني وفي زيادة في الجونادوتروفين، ممكن تكون كومبليت انكومبليت، الكاستريشن كومبليت ما فيش بكل، تمام. وعندك اللي هو حيكون من الانكومبليت نسمو فيها اللي هو حيكون عبارة شني كريبتوكريزم، اللي هو حيكون ممكن تكون ان فيها ديكريس في سبرماتوجينيسيس لكن تستوستيرون عادي كونتينيوز. السكندري اللي هي البيتيوتري، تلقى شيني ناقص الجونادوتروفين، حتى معناها ان تلقى الجونادوتروفين ناقص، وتلقى ناقص اليوتنازي، ناقص التستوستيرون. البري بيوبرتي الفرق بينها وبين البوست ان هنا يبدا شيني ريجريسد، لكن هنا اصلا الكاركترستيك والسكندري هذا اللي هو حيكون السكندري كاركترستيك والاورجن اصلا ما فيش هنا، فعبارة عن شيني تلقاهم ما فيش، لكن هنا ريجريسد يبدا شيني يديروا اللي هو حيكون سلولي يولوا اتروفيك بقى، وهنا المصل يبدا يطيح حتى هو. هنا طبعا ديكريس البي ام ار تولر، لان اللي هو حيكون امبرشن ستيميليت اللي هو الديلي، لكن هنا مش تولر لان بعد البيوبرتي هذه، تمام. فهيك ولا هيك هذا يدير لديلي، لكن هذا ولا هيك متسكر لبفيزيال بليت على خاطر انه كان عنده اصلا اللي هو تستوستيرون، تمام. تو بنشوفه عندك اللي هو حيكون الهايبر
اجونيدزم. تمام، عندك اليوحة يكون هايبر جونيدزم. هايبر، انت من تو بتفكر في الهايبر جونيدزم، ياما بتكون حتى هي برايمري ولا سكندري ولا هايبر جونيدزم. وتكلمنا احنا لما تكلمنا على اسباب البرايمري غادي قلنا انها حتكون في التستس، يعني هنا تخيل انها حتكون في تيومر في الانترستيشال لايننج سيل، والسكندري اكيد حتكون اللي هو عباره عن شنو، مشكله او حتى هي تيومر في اللي هو حكون الانتيرير بيتيوتري جلاند. باين، فهنا نفس الشيء برايمري سكندري اللي هو حيكون هنا تسمو فيه اللي هو حيكون interstitial lining cell هرمون تيومر. تمام، فنسمو فيه اللي هو حيكون emerging tumor of lining cell. باهي، بعدين عندك اللي هو حيكون اللي بعدها اللي هو حيكون عبارة شنو، ممكن تكون اللي هو حيكون excessive secretion of gonadotropin. ترى قول الحالات اللي يزيد فيها الجونادوتروبين في الهايبر والهايبر. في الهايبر تلقاه في السكندري، لكن في الهايبو امتى زاد الجونادوتروبين؟ في البرايمري لما التستس تقربع والجونادوتروبين يزيد في الدم وخلاص ما عندهاش وين يمشي. تمام، فهذه يرد بالك منها امتى ما يزيد. في العكس بعض، في البرايمري اللي في الهايبر حيكون في السكندري، وفي الهايبو حيكون في البرايمري. تمام تمام، بعدين المانيفستيشنز نتاعها، المانيفستيشن نتاعها اللي هو حكون حتى بري و بوست بيبرتي ما فيش فرق عنده، لكن هذه اسهل. بري بيبرتي ما فهمتش، هو مزنص سهلات الحق، غادي شنو حكون مصل ويستنج سكندري اورجانيزم والكاركترستيك نقصه، ما فيش اللي هو حيكون ديفلوبمنت ستيرلتي وبعدين ديبرشن وكذا. هذا هو من ناحيه اللي هو حيكون الهايبر. الهايبر بتخش اللي هو حيكون في البري، انه في نوعين باهي، في سودو وفي ترو. في نسمو فيها سودو بريكوشس بيبرتي. تمام، فنسمو فيها شيني بريكوشس سودو يعني كاذبة بيبرتي، بمعنى هذه عالي حسب. امتى يكون سودو بيبرتي؟ معناها في زيادة في التستوستيرون لكن شني، لكن مفيش شني اللي هو حيكون الجونادوتروبين، مفيش جونادوتروبين، جونادو تروبين ار نورمال يعني مش زايدات معه. تمام، نورمال يعني التستوستيرون يغرد بروحه وخلاص. علاش امتى يزيد التستوستيرون بس ومفيش اللي هو جونادوتروبين زايده؟ اكيد لما يكون عندك في تيومر هنا. فمعناها اللي يكون عنده تيومر في الانترستيشال لايدنج سيل حيكون عنده السودو زياده في التستوستيرون بس الجونادوتروبين لا، يعني حيكون عنده صح اللي هو حيكون زياده في الكاركترستيك سكندري كاركترز. باهي، وعندك اللي هو حيكون نفس الشيء السكندري اللي هو حيكون اورجن، لكن ما فيش اللي هو حيكون اللي نسموه فيها جيماتوجينيسيس. تمام، فنلقون الكاركترز يزيدوا لكن with no gametogenesis. تمام، فرد بالكم من هذه، لأن في السودو اللي هو في التيومر هنا، لكن كان بريكوشس اللي حكون ترو بيبرتي خلاص هذا عادي جدا، لان اللي هو مشكله صار لشني ان زايد التستوستيرون. علاش زايد؟ لان زياده في الجونادوتروبين صايره، فتلقى اللي هو حيكون الكاركترز سكندري كاركترز زايده باي، وتلقى اللي هو حيكون ود جيماتوجينيسيس ود جيماتوجينيسيس. تمام، هذا اللي هو حيكون من ناحيه البري بيبرتي. البوست بيبرتي حيقول لك كلمتين اللي هو انكريس في السكشوال فانكشن وخلاص، هذا هو بوست بيبرتي
زيادة في السكشوال فانكشن. بس هذا هو، هذا اللي هو حيكون نهاية الابنورماليتيز معانا. فمن البداية ممكن تكون هايبو ممكن تكون هايبر. الهايبو عبارة عن اللي هو فيريلر، اللي هو من ناحية ممكن تستيكولر وممكن بيتيوتري. باهي لو كان اللي هو حيكون التستس اللي هو حيكون عبارة شني، من ناحية اللي هو حيكون فيريل في التستوستيرون وخلاص، ولكن الجونادوتروبين زايدة ممكن تكون كومبليت زي في اللي هو حيكون سموفاها في الكاستريشن، وعندك اللي هو حيكون ممكن تكون انكمبليت في الكريبتوكزم. تمام، من اللي ممكن تلقى اللي سبرماتوجينيسيس ديفكت، لكن التستوستيرون تلقاه كونتينيوز عادي. باهي من ناحية البرايمري، باهي تلقى اللي هو حيكون خزي السكندري، السكندري تلقى البيتيوتري خارة الجونادوتروفين ناقص، وتلقى الجونادوتروفين ناقص ما فيش تستوستيرون لأنه ما فيش ليوتينايزنج هرمون. باهي من ناحية المانيفستيشن تلقى اللي هو حيكون عبارة شني، في كومبليت اللي في البري بيبرتال وفي بوست بيبرتال. من ناحية البري بيبرتال ستيرلتي، باهي نقارنها من هنا حتى ستيرلتي، هنا ديكريس، هنا هنا ما فيش اصلا سكندري اللي هو حيكون سكندري سكشوال اورجن، هنا يبدا يدير في ريجريشن. هنا ما فيش اصلا سكندري سكشوال كاركترستيك، هنا يبدا يدير في ريجريشن يعني يبدا ينقص. بي ام ار هنا ناقص، هنا نفس الشيء مسل ويستنج، هنا تولر ذان افريج، لان زي ما قلت نعتذر اني بكري قلتها خطا، ان راهو التستوستيرون والاستروجين مهمتهم يديروا في اكسلريت يعني سبروت للجروث نتاع البون، لكن في نفس الوقت يساعدوا انه يسكروا بسرعه. لما ينقص يديروا في ديلي للكلوجر متاع الابيفيزيال، فتلقى اللي هو حيكون تولر ذان افريج. تمام وهذا اللي هو حيكون نهايه الهايبر. طبعا اللي برايمري تيومر في الانترستيشال لايدنج سيل، السكندري اللي هو حيكون اكسسيف اللي حيكون سكريشن من ناحيه الجونادوتروبين، بعدين عندك اللي هو حيكون البري بيبرتي اللي ممكن تكون بريكوشس سودي بيبرتي، ممكن تكون ترو. كان بريكوشس معناه مشكله في التستوستيرون بس من التيومر، ممكن كان ترو اللي هو حيكون مشكله في الجونادوتروبين، والبوست اللي هو حيكون زياده في السكشوال فانكشن وخلاص. هذا ما بسيطه جدا تعتبر. بعدين خلاص تو نتكلموا الموضوع جديد بعد ان شاء الله اللي هو حيكون على السيمن. تمام نتكلم على السيمن كومبوزيشن والتستس متاعه، واللي هو حيكون السيريتولي سيل. تمام مش حتاخذ منا هلبة ان شاء الله. تمام حنبدو فيها اللي هي حتكون مكونات ال حنتموا الميل ريبرودكتيف سيستم في المحاضره دي، حتى لو وصلنا ساعتين مش مشكله عادي، ساعتين جيك فيميل سهله، والفيميل ممكن ساعه ونص، الهرمون نص ساعه لساعة، كله يبي 4 ساعات للريبرودكتيف. تمام خلاص دوم نبدأ بالسيمن، ولأن أصلا نعرفوا أن إحنا السيمن من شنو يتكون، لأن قرانا المكونات متاعها. أول حاجة سبرماتوزوا جاية من السيمينوفرس تبيول، سبرماتوزوا باهي، بعدين السكريشن مني 60% ومني 30% ومني 5%، هذا ضروري تكون انت مفروض متذكرهم قاعد، ان هذا السيمن الفيزيكال. باهي هذا اللي هو حيكون الفي اف اف اللي هو حيكون الفيسد فور فركتوز. باهي فنكتبوها فيسد للفركتوز 30 مان لشني البروستاتا، فهذا اللي الكالاين في الفوسفاتاز، وفي البروتيلاتيك، وفي السيتريك أسيد. تمام والخمسة البلبو يوريثرا، بلبو يوريثرا حتى هي نيوتراليز الاسيديتي زي اللي قبلها، والابريكيش. وهذا هو مكونات مكونات اللي هو السيمن. تمام فهذا عندك اللي هو حيكون المكونات متاعها بشكل عام. تمام بعدين بنشوفه اللي هو حيكون في الاختبارات متاعنا، كيف نعرف اصلا في حاجه اسمها هايبو، وكيف نعرف ان حاجه اسمها هايبر. في امكان احنا نديرهم التست معاهم، باش نكتب التست معاهم هنا. عندك اللي هو حيكون تست بس غادي حتكون تبان ممكن صح تشبهها ملخبطه، لكن نبي بعدين نكتب الفوليوم والكاونت والكيميكال بروبرتيز تحت السيمن وبعد السيريتولي سيل، لان التست هذا يجي هنا في الهايبو والهايبر احسن. التست توا
بتشوف اليوحة حيكون الجوناد تروبين. باي بتشوف اللي هو حيكون الجونادوتروبين ب من ناحيه اللي هو حيكون الجونادوتروبين طبعا وين حتلقاه في اليورين. تمام لو لقيته زايد تمام لو زيت لقيته اللي هو حيكون زايد طبعا احنا نتكلم هنا في الهايبوغونيديزم تمام اللي هو حيكون المرشين في الهايبوغونيديزم نتكلمه لو لقيته زايد حيكون برايمري هايبوغونيديزم ما فيش تستس ومعش لقيته وين تخدم فتلقاه زايده فبرايمري هايبوغونيديزم. باهي بعدين كان لقيته ناقص معناها سكندري هايبوغونيديزم. باهي لو لقيت انت الكاركترستيك متاعها لقيت عنده شني عنده مثلا جابوا لك عيل باهي عمره مثلا نقولوا 10 ولا 9 سنين عنده لحية باهي وتحسه قصدي واصل للبيبرتي بكري شفت اليورين جونادوتروبين لقيتها زايد معناه هذا شني مشكلته في البيتيوتري جلاند ولا التستس لا مشكلته معناه اللي هو حيكون في البيتيوتري جلاند. لو لقيتها باهي ومشكلته مش في البيتيوتري جلاند ولقيت الجونادوتروبين طبيعي باي بعدين توم نشوفه حتى في حاجه اسمها تستيكولار بايوبسي تمام تستيكولار بايوبسي ولقيت التستس غادي التستوستيرون منها زايد من اللي حيكون الانترستيشال لايدنج سيل وفات تيومر معناها سكندري هايبرغونيديزم تمام هذه اللي حيكون مش مذكوره لكن تعتبر كي احسن انك تعرف على الاقل. بعدين عندك اللي هو حيكون اللي بعده اللي هو 17 كيتوستيرويد هذا عبارة عن شنو هذا الويست برودكت متاع التستوستيرون ولا لما الجسم بيطلع التستوستيرون يطلع 17 كيتو ستيرويد 17 كيتو ستيرويد لو لقيتها ناقص معناها مشكلة في التستوستيرون معناها نقص في التستوستيرون ولا معناها نقص في التستوستيرون معناها في ديفكت في اللايدنج سيل امبيرد معنى لو لقيت اللي هو حيكون عبارة عن شني نورمال تمام لأن للعلم هذا كله التست متعمني هذا متاع هايبوغونيديزم احنا قاعدين نتكلموا في الهايبوغونيديزم لما معناه لقيت انت اللي هو 17 كيتو ستيرويد ناقص معناه لقيت التستوستيرون ناقص معناه المشكلة من مني معناه اللايدنج سيل باهي لكن لو لقيتها نورمال باهي لكن قاعد في ستيريليتي قاعد في عقم معناها انت تمشي تقول ان راهو هذا معناها الجيماتوجينيسيس بس صار له ديفكت فهذا الانكمبليت باي مش احنا نعاودوا الهايبوغونيديزم مش قلنا تكون لك اللي هي حتكون من برايمري وسكندري قلنا اللي هو حيكون لما البرايمري معناها تستيكولر اللي هو حيكون فيرلر والسكندري اللي هو حيكون بيتيوتري فيرلر لما قلنا التستيكولر ممكن يكون كومبليت وانكمبليت لما قلنا كومبليت معناها لو تستوستيرون معناها اكيد حيكون لو 17 كيتو ستيرويد معناها هنا المشكله في اللايدنج سيل او التستس لكن لو لقينا هنا نورمال اماونت نورمال اماونت معناها الجيماتوجينيسيس هي اللي صار لها ديستربشن زي لما قلنا في الانكمبليت تمام معناها هنا نقولوا ان الاونلي جيماتوجينيك فانكشن اللي صار ديفكت تمام اونلي اللي هو حيكون الجيماتوجينيك اللي هي حتكون شني صاير لها اللي هو حيكون ديفكت هذا اللي هو حيكون من ناحيه التست. تاني تست بنتكلم عليه اللي كل قلت انا دير بايوبسي شو معناها تستيكولار بايوبسي تمام لو لقيت في حاجه اسمها ازوسبيرميا تمام نكتب هناك البايوبسي بايوبسي تمام البايوبسي خار البايوبسي لو لقيت في حاجة اسمها أزوسبيرميا شو معنى أزوسبيرميا ما فيش سبرم أزوسبيرميا في سبرم كاونت اللي هو حيكون متاع الإجاكيوليشن مثلا متاع بيشنت باهي لقيت أزوسبيرميا ما فيش سبرم شنو تدير انت تاخذ تستيكولر اللي هو حيكون شني بايوبسي تاخذ العينه من التستس تمام وتشوف السيمينفرس تبيول انت تاخذ تو في شني عينه للسيمينفرس تبيول شم تلقى فيها لو لقيتها فيلد معبيه لو لقيتها ما فيها شيء تمام اللي هو حيكون اف دي ار فيلد
او ان اللي هو حيكون شني empty. لو كان filled معناه في مشكلة في الدكت لأنه ما ينتقلوش من الدكت، لكن لو كان empty معناه عندك اللي هو حيكون في شني فيه للأسف في irreversible damage للتستس. تمام، فهذا هو irreversible damage. تمام، فهذا اللي هو حيكون من ناحية اللي هو البيوبسي. باي خلاص هيك تمينا كل التست من ناحية الهايبو. شوف الجونيدوتروبين يلقى تزايد معناها برايمري، وكان يلقى ناقص معناها سكندري. الكيتوستيرويد ناقص معناها مشكلة في التستيرون انترستيشال ادينج سيل، لو لقيتها نورمال معناها مشكلة في الجوماتوجينيسيس بس. باي نولتو للسيمن قلنا كيف تكون سبرماتوزوا 60 30 5. باي نبو اصلا الاناليسيس نتاع السيمن. تمام، عندك اللي هو نسموه فيها شنو نسموه فيها السيمن اناليسيس. سيمن أناليسيس. تمام، شنو هو السيمن أناليسيس؟ بتشوف الفوليوم مثلا باي عدة عوامل بسيطة جدا، وبعد السيريتولي سل وبعد نطلقكم في وجه الله خلاص. باي على الأغلب تو حد فتح الصوت بإكس اثنين وهو الإكس أربعة كان موجود أصلا. تمام تمام، هذا أول حاجة من ناحية الأناليسيس الفوليوم. اثنين لأربعة ملي. تمام، هذا اللي هو الفوليوم. الفوليوم اثنين لأربعة ملي per ejaculation أو ejaculate. لو كان أقل معناه defect في التستوستيرون. تمام، ف F less معناها مشكلة التستوستيرون ناقص. باهي تمام، من ناحية اللي هو حيكون بتشوف اللي بعده بتشوف حتى specific gravity باهي والفسكوسيتي. فمن ناحية اللي هو حيكون specific gravity متاع 1028، احفظ 1028 كأنه 2 زي 8 10 ولا كأنه 10 10 لكن هنا قسمها ولا شني ولا 3 8 2. قول باي خلاص انا الحق هيك يحفظها، مش عارف تبي تحفظها زي يحفظها 1028 10 8 زي 2 10. تمام، 1028 الفيسكوسيتي تلقاها الفيسكوسيتي بتاعها مفروض مودريت، لأن لو هاي فيسكوسيتي ديفكت للموتيليتي. تمام، معناه لو اف هاي يديلك في ديفكت للموتيليتي. تمام، يديلك اللي حيكون ديفكت للموتيليتي. بنخش عندك تو اللي حيكون تو تكلمنا كل هذا على السيمنا. بنشوف سبيرم اناليسس تو احنا. تمام، نشوف سبيرم اناليسس. تمام، عندك اللي هو حيكون سبيرم اناليسس. بتشوف من نمبر من البداية النمبر النمبر اللي هو حيكون من 60 لمية وعشرين مليون بير ملي، مش كلها على بعضها. رد بالك من هاتي 60 لمية وعشرين مليون بير ملي، لأن مع بعض ما أنا بتضرب في 2 للأربعة. تمام، يعني ممكن تكون من 120 لميتين وثمانين ولا حاجة زيك. باي، بعدين اللي هو الموتيليتي. من ناحية اللي هو الموتيليتي حتى مفروض لازم يكون أكتف، لازم يكون التيل يخدم ويكون عنده ميتوكوندريا ويكون عنده فركتوز كويس. من مني من يعطي فيه فركتوز الفيسد. باي، فهذا ونلقوا ان اللي هو حيكون من ناحية الموتيليتي ديما هنا خدها على 60. تمام، فتلقى اللي هو اقل اكتر مفروض ان 60% must be active. باهي، هذا من اللي هو حيكون 60% must be active. ان الابنورمال باهي الابنورمال نمبرز او الابنورمال سبيرم ما يفوتش 30. تمام، اللي هو حيكون ما يفوتش 30 ل 20 does not exceed او doesn't exceed 20 ل 30.
تمام، هذا اللي يحكون doesn't exceed 20-30%. باي chemical properties آخر حاجة تعتبر هذه الchemical properties كلها مع متاع السيمن. chemical properties تمام اللي هو ال pH. أنت تتوقع ال pH متاع اللي هو release كلها السيمن هل حيكون basic ولا acid؟ أكيد حيكون basic، لأن من ناحية اللي هو release من يكون في الكالين اللي هو البروتستا سكريشن. تمام، فده هو كيميكال بروبرتيز. تمام، فتلقى اللي هو حيكون شني عنده اللي هو حيكون البي اتش 7.3 ل 7.5 اللي هو الكالين. باهي، بعدين عندك اللي هو حيكون من ناحية الفركتوز يعتبر حتى هو كيميكال بروبرتي. فركتوز الحق الكمية هنا مش مهمة هلبة، لكن تقريبا من 1.5 لـ 5.5 ميلي جرام. تمام، المهم ان شني الاهم شيء ان اللي هو حيكون لو كان اقل من 1.35 ميلي جرام بير ميلي معناها في مشكلة في شني في التستوستيرون. تمام، معناها في مشكلة وين؟ مشكلة اللي هو حيكون في التستوستيرون. تمام، هذا اللي هو حيكون آخر حاجة قبل ما نبدأ إن شاء الله السيريتولي سيل علي آخر. وهي أصلا عبارة عن شني عندك اللي هو حيكون السيريتولي سيل؟ لو نراجعها السيريتولي سيل لما تكلمنا عليها هنا عبارة عن شني؟ عبارة عن لونج. تمام، أول حاجة اللي هي تعتبر لك شني لارج سيل اكستند من البيسمنت ممبرين انتو ذا اليومن تدير في بيزو لاترال بريدج تخلي اللي هي هذه اللي هم عندهم قداش هادم عندهم قداش عندهم 46 اللي هو كروموزوم طبيعيا، لأن هادم عبارة عن شني؟ هادم سبرماتوجونيا وبرايمري باي، لكن لما يديروا مايوتك ديفيجن ويخلوا خلاص يولي هذا 23 هذا 23 هذا من الجسم يشبح فيهم أجسام غريبة فيبدأ يهاجم فيهم. فالبيزولاترال هذا عبارة عن جدار يمنع اللي هو أي أنتي بادي من البرة إنه شني تدخل ودير يهاجم اللي هو هذا من 3 اللي عنده من نمبر قداش 23 باي. فلو نقول إنه عبارة عن لارج سيل اكستند من البيسمنت ممبرين لا اللي هو حيكون اليومن باي الديفلوبمنت متاعها من يساعد على الفورميشن متاعها قلنا اللي هو الفوليكلر ستيميليتنج هرمون ولا ادوى الديفلوبمنت متاعها اللي هو حيكون عباره شيء باي الفوليكلر اللي هو حيكون ستيميليتنج هرمون. ف هذا هو السيريتولي سيل. نرسمها هناك هذا حيكون عندهم اللي هو 46 هذا عندهم 23. فأي أنتي بادي يجي بيخش بهاجم 23 لأنهم فورم باديز يمنع البيزولاترال بريدج. تمام، فهذه حاجة مهمة. فده زي ما قلنا اللي حيكون لارج اكستند اللي حيكون فروم ذا بيسمنت ممبرين انتو ذا اليومن باهي. وتكلمنا اللي هو حيكون عبارة عن شنو نسموه فيه؟ هذا عبارة عن شنو هو؟ هذا طبعا هنا قول هنا البلود باهي هنا تخيل هذا كله هنا بلود يعني يديلك في حاجة اسمها بلود تستس بارير هذا اللي بنتكلم عليه هنا. نكتب الموضوع قبل اللي هو هذا السيرتولي سيل تمام هذا السيرتولي سيل يديلك اللي هو حيكون في حاجة نسموه فيها البارير تمام اللي هو حيكون بلود تستس بارير forms blood testis
بارير. تمام، اللي يتكون لك شني؟ تكون لك اليوحة يكون بلد تستس بارير، وزي ما قلنا هذا مهم تديلك في بروتكشن. طبعا اليوحة يكون فيه بروتكشن لمن؟ للجيرم سيلز. تمام، اليوحة يكون ديلك فيه بروتكشن بروتكشن جيرم سيل from antibodies. باهي هذه رقم واحد، انا ندير في بروتكشن اللي حكوا للجيرم سيلز من الانتي بوديز، اجينست اللي حيكون انتي بوديز او اي هارمفول ايجنت ثانيه. تمام، من الانتي بوديز او الانتي بوديز، او عندك اللي حيكون هارمفول مثلا توكسينز وغيره، هارمفول ايجنت. تمام، هذا اللي حيكون يدير لها شني؟ يدير لها اللي حيكون بروتكشن من ناحيه اللي بلود تستس بارير. اولسو نقدر نقول انه يدير لك اللي هو حيكون، اللي هو حيكون يخدم، اللي هو حيكون كسبورت. تمام، اللي هو حيكون يخدم في سبورت للديفلوبمنت اللي هو متاع شني؟ متاع اللي هو حيكون الجيرم سيلز. تمام، فنقدر نقول انه بروفايد اللي حيكون سبيشال انفايرمنت، ويخدم اللي هو حيكون عباره شنو حتى في الفاجوسيتوزس، ونقول يدير في فاجوسيتوزس للدبريز. الأذر فانكشن معروف أن قصد يدير في سبورت ويدير في هيلب، لكن الأهم شيء تو تكلمنا عليه من بكري أنه يدير في سكريشن. يدير في سكريشن. اللي زي ما قلنا الأستروجين، ويدير لك في إنهبين، مازال فيه اللي هو حيكون في حاجه نسموها اندروجين بايندينج ومودرين انهبيتنج اللي هو حيكون بروتين. تمام، فمن الناحيه هذه نقولوا ان عنده اللي هو اندروجين بايندينج بروتين ومودرين انهبيتنج. تمام، عندك انهبيتوري فاكتور، واخر حاجه اللي هو حيكون عباره شني اللي نسموها فيها الميوزيس انهبيتنج فاكتور. تمام، فهذا اللي هو حيكون من ناحية الاستروجين. أول حاجة نبدأ فيها اللي هو الاستروجين. خير من ناحية اللي هو الاستروجين، زي ما نعرفوا أن اللي هو حيكون الاستروجين تخدم اللي حتى في شنو؟ في اللي هو حيكون السبرماتوليوجينيسيس. تمام، فأسنشل حتى هي السبرماتوجينيسيس أو اللي هو الترانسفورميشن ستيج من السبرماتوجينيسيس، أو نسموها فيها السبرميوجينيسيس. فأسنشل فور سبرميوجينيسيس سبرميوجينيسيس. باي ما انا عندك اللي هو الانهبين مهمته ينقص لك الفوليكولر ستيمولاتينج هرمون، هذا نعرفه. هذا الاندروجين بايندينج بروتين، من هو الاندروجين اللي يقصد به هنا؟ يشد في التستوستيرون، بايند تو تستوستيرون باش شني تو اللي هو حيكون يخليه شني تو اللي هو حيكون يخليه يخدم في المكان هذا. تمام، اللي هو حيكون عباره شني؟ فور الماتوريشن. بعدين عندك مولرين انهبيتنج فاكتور. شنو هو المولرين انهبيتنج فاكتور؟ يدير اللي هو حيكون عباره شني مولرين انهبيتنج فاكتور، لانه في الامبريو في حاجه اسمها مولرين تيوب. تمام، مولرين تيوب هذا لو صار له اللي هو ديفلوبمنت حتى في الميل يولي حاجه اسمها الفولابين تيوب، هذا اللي هو في الفيميل. فهذا شنو يدير؟ مهم تدير له انهبيشن، يقول له ما تخدمش، ما يبيش فولابين تيوب الفيميل. تمام، فهذا مهم تنهبت development of fallopian tube. والميوتيك inhibitory factor inhibit اللي هو حيكون عبارة شني؟ further meiosis. تمام، فنقدر نقول اللي هو حيكون عبارة شني؟ inhibit اللي هو حيكون الميوتيك اللي هو حيكون عبارة شني؟ beyond السبرماتوجونيا. تمام، فانهبت الميوزس باش ما يخليش الميوزس تصير في ستيجز تانيات اللي مفروض انه يصير في ميتوزس. مثلا عندك من البرايمري من السكندري للسبرماتيد، او من البرايمري للسكندري، هذا حيصير فيه ميوزس. تمام، فهذا هو من ناحية اللي هو حيكون
السيريتوري سيل سهلة جدا، عبارة عن لارج سيل اكستند اللي يحكم الباس انتو ذا اليومن، يدير بلاد تيستس بارير، يدير بروتكشن اجينست الفور ماتيريال والانتي بوديز، يدير في فاجوسيتوسيس، يدير في سكريشن اللي يحكم الاستروجين انهبين مودرين انهبيتنج، وعندك اللي هو حيكون مايوز انهبيتنج، واكيد الاندروجين بايندينج بروتين. اخيرا وليس اخرا نتكلم شويه على الاستروجين. تمام، الاستروجين بكن نتكلم استروجين استروجين، وكيف اصلا المال فيه استروجين؟ لا، فيه استروجين المال، ويعتبر اللي هو حيكون عباره عن شني السورسز نتاعها اصلا من شني. في استروجين في المال، نبو السورس نتاعها شنو هو السورس نتاعها؟ اكيد اللي هو حيكون عباره عن شني مينلي اللي هو حيكون عباره عن شني من التستوستيرون. تمام، زي ما قلنا عندك اللي هو حيكون مينلي اللي هو حيكون بالتستوستيرون، تصير اللي هو حيكون شني اللي هو اروماتيز، يولي عبارة عن شني، يولي استروجين. فصح غريبة شوية انك تقول ان الاستروجين ميلي من التستوستيرون. فرقم واحد نقوله ان اصله ميلي من التستوستيرون، كيف اصلا اللي هو حيكون من التستوستيرون؟ شنو نديرو له؟ نديرو له اللي هو حيكون بالاروماتيز، اروماتيز يتحول لاستروجين. طبعا وين هذا؟ في الاديبوس تيشو. تمام، وهذا يعتبر اللي هو حيكون عباره عن المين سورس 80%. باهي 2 20% او نقول انك ما قبل سيرتولي سيل. تمام، عشرين في المية. تمام، وعندك اللي ممكن اللي هو حيكون عبارة عن شني زي ما قلت أنا بكري small amount من ميني من اللايدينج سيل، وعندك اللي هي حتكون آخر حاجة من ميني من الأدرينال كورتكس اللي هو زونا ريتيكولارس. تمام، هذا اللي هو حيكون نهاية الميل ريبرودكتيف سيستم. على خير ان شاء الله بدينا بيه اللي هو حيكون كيف تكلمنا على برايمري اللي هو حيكون سمينيفروس تبيول، ومعاه اللي هو انترستيشال لايدنج سيل، تكلمنا على السكندري اللي هو تيوب، تكلمنا على اسوشيتنج جلاند، تكلمنا على سبرماتوجينيسيس والفاكتورز اللي تهم، بعدين تكلمنا كيف يصير التشينج اللي من الانتريتوري اللي وصلنا للالدرلي، تكلمنا كيف يخدم اصلا ماسكولينايزنج وميتابوليك والريجوليشن بتاعه، وتكلمنا اصلا اللي هو حيكون ان الستيرويد وكيف ينتقل في الدم، والابنورماليتيز بالهايبو والهايبر، ودرنا التست بالبايوبسي، وعندك اليوم شفنا السيمن والاناليسيس متاع السيمن والسبيرم اناليسيس حتى هي، وبعدين درنا الكيميكال بروبرتيز، واخر حاجة عندك اليوم حيكون السيريتولي سيل ديفلوبمنت. تمام، ان شاء الله يكون استفدتوا، بإذن الله تم علي خير، والسلام عليكم. تمام، تو بنشوفه اللي هو حيكون تشوفوا شيء الكلية. اول حاجة يتكلم اللي هو حيكون على الميل، كمان يتكلم اللي هو حيكون على الميل reproductive system زي ما قلنا يتكون لك اللي هو حيكون من primary. تمام، يتكون لك اللي حيكون من primary sex organs اللي يسمينه فرستبيول، خارج يتكون لك اللي مهم تبردوس اللي سبرماتوزوا. تمام، واللي هو عبارة عن lined with شنو germ cells وسيرتولي cells. germ cell عبارة عن سبرماتوجونيا تتحول لسبرماتوزوا، وعندك السيرتولي cell زي ما نعرف essentially اللي هتكون في spermatogenesis. interstitial cell of lining زي ما نعرف انه برودوس اللي حيكون التستوستيرون جاية بين السمين فرستبيول، واللي هو حيكون constitute 20% من التستس كل علي بعضها. بعدين عندك اللي هو حيكون secondary. تمام، عندك اللي هو حيكون secondary sexual organs اللي هم حيكون عبارة عشان عندك اللي هم الدكت باي في الابديدمس والفاز ديفرنس والإجاكولاتوري دكت. فالابديدمس زي ما قلنا مهمته اللي هو حيكون storage. تمام، دي not become اليوموتايل لن يصل مع شيني مع السيمينال اللي هو حيكون بلازما في الإجاكولاتوري دكت. سبيرم دونات اللي هو حيكون ايجاكولات في شهرين يصير اللي هو حيكون اوتوليسس. ثاني حاجه الفاز ديفرنس ماسكولار داكت كوندكت ترانسبورتيشن ايجاكولاتوري داكت اللي هو حيكون عباره شني باس اللي حيكون تردا بوستاتا اللي هو حيكون بس تفتح لك في البروستاتيك اللي هو حيكون يوريترا. تمام تمام، بعدين عندك اللي هو اللي بعده اللي هو حيكون الاكسسوري جلاند. الاكسسوري جلاند زي ما نعرف يتكون لك اللي حيكون من السيمينال فيزيكل، والسيمينال فيزيكل زي ما نعرف ان في اف اف اللي هو حيكون فيسيت سالايفا اللي هو حيكون عباره عن ريتش فركتوز باش يدير لك نيوتريشن، وعندك 60% اصلا من السيمينال الكل على بعضه. باهي
بعدين عندك البروستاتا اللي هو حكون 30%، مهمتها اللي هو حكون الكالين فلويد، في سيتريك اسيد وفي فوسفاتاز وفي بروتيتيك انزيم باي. بعدين عندك اليوبال يوريثرا او نسموه فاي كاوبرز اللي هي سمول اماونت اللي حكون ميوكوس، تمام، اللي هو حكون نيوترلايز اسيديتي انسايد اليوريثرا بيفور ايجاكيوليشن ميكس 5% من السكريشن. بعدين عندك اللي هو حيكون الفانكشن زي ما نعرفه اللي حيكون ريبريزنتيف سيستم، اكيد الفانكشن هي عباره عن سبرماتوجينيسيس اللي حيكون الفانكشن بتاع السمير فيستيبول، الاندوكراين اللي هو مهمته عباره عشان الفانكشن بتاع اللاندنج سيل ريليس للتستوستيرون، فنلقوا 90% من التستوستيرون ريليس اصلا من اللاندنج سيل، والبريفورم سكشوال اكت الاكت. سبرماتوجينيسيس زي ما نعرف ان اللي هو حيكون عباره عشان 3 ستيجز، سبرماتوسايتوجينيسيس والميوزيس الميتيوريشن والسبرميوجينيسيس اللي هي ترانسبورتيشن. فسبرماتوسايتوجينيسيس زي ما نعرف الميتوتيك اللي حيكون سبرماتوجونيا للبرايمر، بعدين الميوزيس اللي حيكون من البرايمر اكيد للسكندري، بعدين من السكندري توصل اللي حيكون السبرماتيد. باهي ونعرف ان السكندري اللي هو حيكون عباره عشان كونتين اللي هو حيكون الهالف النمبر، وحتى سبرماتيد اللي هو حيكون حتى هو كونتين هالف النمبر. وسبرميوجينيسيس من سبرماتيد تخش في حاجه تولي اسمها جينيس سبرماتوزوا، وسبرماتوزوا هذا اللي هو يصير عشان بعدين تتخلط مع السيمن البلازما وتولي متايل. قال لك هنا سبرماتوجينيسيس اللي حيكون في البويز ما تبداش في الطول الا في 13 الايج اوف بيبرتي اللي هو من 12 ل 14 من 12 ل 14. بعدين عندك اللي هو سبرماتوجينيسيس خارج اللي هو حيكون اكورز اللي حكون ان كونتاكت ود سيرتولي سيل اكيد لانه امبورتنت فور ريجوليشن. بس سبرميشن اللي هو حكون عباره عشان الاكسكيوجن اللي حكون سبرماتوزو انت اليوم نقول الفانكشن بتاع اليوتنايزنج اللي هو حكون على السيرتولي سيل، والميتيوريشن اللي هو حكون عباره عشان ديكس بليس في البيدوم زي ما تكلمنا. تمام، بعدين هذا اللي هو سبرماتوجينيسيس بالفاكتورز اللي هو حيكون يخدموا عليها زي ما قلنا من الاول فلكتور ستيميليتنج هرمون جروث بتاع التستس والديفلوبمنت بتاع السيرتولي، وعندك اللي هو حيكون الليت في الترانسفورميشن بتاع سبرماتوجينيسيس ستيميليت بال اتش اللي هو التستوستيرون ريليس من الانترستيشال لاندنج سيل، سبرميشن من اليوتنايزنج من السيرتولي سيل. باي التستوستيرون زي ما نعرف الديفلوبمنت مينتينس جيرمن الابيثيليوم، ايرلي ستيج نفس الشيء اللي هو الميوزيس، والاستروجين اللي هو خير اللي هو حيكون سكريتد باي ميني اللي هو حيكون حتى هو بالسيرتولي سيل. تمام، وعندك اللي هو حيكون وشويه اماونت اللي حيكون انترستيشال لايدنج سيل اندر ذا افكت اوف فوليكولار ستيميليتنج هرمون، وعندك اخر حاجه عندك الانهيبين اللي هو حيكون عباره عشان حتى هو باي سيريتولي سيل اندر ذا افكت اوف فوليكولار ستيميليتنج هرمون اللي هو حيكون مهم تديلك في انهبت اللي حيكون عباره عشان فوليكولار ستيميليتنج هرمون. ثاني حاجه عندك اثنين هرمون التمبريتشر لابتين التمبريتشر 35 زوز اقل، عندك اللي اصلا على كيف يصير لنا اصلا هو ديسند اللي هو حيكون قبل البيرث بيت بشهرين، ونعرف ان اللي هو ابسنس اللي سبكوتينيوس فات، وثاني حاجة ان في البامبيني فورم بليكسس اللي حكونا مرشين الكاوتر هيت اكسشينج. بعدين عندك اللي هو البروتين، تمام، فمثلا في ستارفيشن برولونجد ديفيشنسي سبب لك اللي حكون سمنتوجيز انزنهبتد، فيتامين اي دي للكيراتينيزيشن واتروفي، فيتامين بي 12 والفوليك اسيد اللي هو حكون فور نيوكليك اسيد ديفلوبمنت، عندك الفيتامين سي مسؤول اللي هو حكون تستوستيرون، تمام، والفيتامين اي زي ما نعرف اللي ممكن يسبب لك ريفرسبل دكت دامج وشافوه في الراتس. اتومك تمام زي ما قلنا راديشن اللي هو حيكون عباره عشان الدوزز منها does not affect اللي هو حيكون السيريتولي سيل والاندوكراين، لا يديلك اللي هو حيكون الجيرمن الابيثيليوم، فهذه ممكن حاجه فها اللي هو حيكون سؤال انا ما ذكرتهاش ان هنا هذه ممكن تكون موضوع سؤال ان راهو الراديشن does not affect اللي هو الاندوكراين سيل ولا حتى السيريتولي سيل يدير في افكت الجيرمن الابيثيليوم وخلاص. باي اذر فاكتورز زي ما نعرف لك اكسجين بكتيريال توكسين وغيره. تستوستيرون زي ما نعرف انه يعتبر لك اليو المين سورس نتاع تستيكلر وممكن ادرينال كورتك بالدحية، تمام، 98% 65 من الجونيد الباينج جلوبين، 3% البومين، و2% اكتف، مهم تريدوس الدهيدر تستوستيرون موست اوف ذا تستوستيرون. باي نلقوا اللي هو حكون عباره عشان في التشيو ذات يوتيلايزد اللي هي مينلي سكند سكس سكندري اورجن سكندري سكس اورجنز اللي هم حيكون زي الابيديدم الصغار، والداي هيدرو تستوستيرون زي ما قلنا مور اكتيف ذان تستوستيرون، فهذا باش تشوي يشبحوا في التستوستيرون از شيني از برو هرمون. بعدين الاكسيديشن اللي هو حيكون وين يصير في الليفر ل 17 كيلو ستيرويد، فنلقوا اللي هو حيكون ميلي في اليورين هو ريسبونسبل للتلت بس اللي تلتان يشيك من الادرينال، تمام، اللي هو حيكون اندروجين. بعدين عندك اللي تشينج زي ما قلنا في الانترا يوترين لايف في الشهر الثاني يطلع اللي هو حيكون عباره شيني من الجينيتال ريدج، تمام، عن طريق اللي واي كروموزوم، لكن عندك اللي بعدين من لايدنج انترستيشيال سيل، تمام، عن طريق اللي نسمه فاهيومين كوريريك جلادوتروفين يقعد له شهرين اللي هو حيكون بعد الولاده، تمام. بعدين عندك اللي هو حيكون، تمام، بعدين اللي هو حيكون في البري بيبرال اللي هو حيكون يولي شيني ينقص هلبة، فهذا بري بيبرال اللي هو حيكون سكريتد ان سمول اماونت على شلو اللي هو حيكون كوز انهبيشن ليوتنايزنج باش انهبت اللي حيكون ريليس اوف تستوستيرون من اللي هو انترستيشيال لايدنج سيل، تمام، يخليهم هذا كلهم من سكس سكندري سكس اورجنز، هذا من اليوم حيكون عباره شيني او اي سكشوال سكندري اورجن يخليها ناقصه او انفنتال، لكن في البيبرتي من 13 ل 15 تلقى اللي هو حيكون
secreted اللي هو large quantities، وتلقى اللايدنج سيل تبدأ تطلع في التستوستيرون at the age of 50 اللي هو حيكون يبدأ ينقص لين يوصل 80 يقعد عند 20% بس. تمام، بنتكلموا عندك اللي هو توا على الاكشن بتاع التستيكلر اندروجين. زي ما قلنا عند اللي هو حيكون تو مين افكت، واحد اللي هو ماسكلينايزنج افكت، والثاني جنرال ميتابوليك. باهي لما نتكلموا على الافكتور اورجن ديما اللي هو برايمري اللي ما حيكون عباره عن سيمينيفروس تبيول، ومعاه اللي هو حيكون شن ثاني اكيد اللي هو حيكون معاه انترستيشال لايدنج سيل او بشكل عام التستس. تمام، فالفيتال لايف دورينج الفيتال لايف يدير في ديسندنج للتستس، لكن افتر البيرث اللي هو حيكون ريسبونسبل فور سبرماتوجينيسيس اكيد ايرلي ولا ليت. ايرلي اللي هي حتكون الميوتيك ستيج، تمام، ليت اللي هو الفوليكولار ستيميليتنج اللي مسؤول على شنو، مسؤول اللي هو حيكون على الترانسفورميشن. بعدين عندك اللي هي السكندري سكس اورجن اللي هو زي ما قال لك الدكت اللي هو حيكون شنو الجلاند. في الامبريونيك لايف نعرف ان التستوستيرون خيره از اسينشال زي ما قلنا اللي هو حيكون فورميشن والجروث والديفلوبمنت. يعني في الامبريونيك لايف في السكندري سكس اورجن من يكون فيهم التستوستيرون، وبعدين حتى في البيبرتي وبعد البيبرتي من هو اللي يخليه يقعد او مينتيننس اوف ذيس اورجنز وجلاند اكيد اللي هو حيكون التستوستيرون. لكن في البري بيبرتي قبل البيبرتي تلقاها اللو ليفل بتاعها مهم تدير في انهبيشن ليوتينايزنج هرمون، فيدير يديلك اللي هو حيكون ان سكندري اورجنز اللي هي سكس اورجنز اللي حيكون يقعدوا انفنتايل والكاركترستكس قاعدات ما يبانوش. تمام 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 تمام. تاني حاجة عندك في الادولت لايف after the puberty قلنا اللي هو حيكون عباره عن ستيميلات اكيد الجروث والمينتيننس بتاع الاورجنز. تمام، ف post pubertal اللي هو الاندروجين خرا لو صار له سحب او withdrawal نفسه سحب وسحب اللي يعني ماش عندك تستوستيرون نلقوا شنو يدير لك اللي هو الاتروفي اللي هو في البينس والسكروتم. تمام، لانه اللي هو حيكون عباره شنو ريكوير اللي حيكون فيري اماونت اللي حيكون اندروجين. تمام، يعني ان كل تمام اول السكندري sex organs يصير لهم اللي ما حيكون اتروفي اكسبت مني عندك اللي هو حيكون البينس والسكروتم. علاش؟ لان بدا ريكواير اليوم حيكون شيني سمول اماونت، فهذا هو عندك هذه مهمه ما ذكرناش احنا في المحاضره، هذه تعتبر اللي هو حيكون من الحاجات اللي ممكن تجي زي تقريبا حتى في الكليتورس في الفيميل الاتروفي متاعها حتى هو بنتكلم عليها ما يصير لاش ديكاي الاتروفي ما يصير لاش ديكاي الاتروفي زي البينس وسكروتم في الميل. فهذه تعتبر حتى هي مهمة ان اللي هو all secondary sex organs يصير لهم اتروفي except اللي هو حيكون شيني البينس واللي هو حيكون سكروتم. بقى من ناحية اللي هو الهير، الهير طبعا البودي هير يزيد بشكل عام، السكالب ينقص، تلقى البولدنس اللي حيكون تصير لو كان عندك جينيتك سنسبيليتي، يعني اللي لو كان عندك جينات متاع صلع حتصلع لان اللي هو البودي السكالب هير ناقص. البيبك هير الابكس متاع ابورد السكن مور ثيك زي ما قلنا انكريس ميلانين وانكريس السيبشس جلاند في ديلك اكني. باهي الفويس تلقى اللي هو حيكون انه شنو عندك اللي هو حيكون اللارينكس يصير له انلارجمنت. تمام، وفوكال كورد انكريس اللي هو حيكون في ثيكنس واللينث فيولي شنو ديبر لور امبيتش وفي هورسنس. البودي كونفورميشن زي ما نعرفه برود شولدر نارو الونجيتد بيلفس انكريس مسكلر ماس بيهيفير تشينج مور اجريسيف اكتيف اتيتود وانترست ان ذا اوبس جندر. جنرال ميتابوليك اللي هو حيكون اكيد اللي هو حيكون بروتين انابوليك. تمام، سبيشالي وين اكيد من هو التستوستيرون باهي حيدير انابوليك بروتين باش يبني شيني سكندري سكس اورجنز اللي ما حيكون عندك مثلا عندك الابيديدماس والدكت والجلاند بشكل عام. باهي بعدين عندك اللي التستوستيرون خير اللي هو حيكون خلاها على جنب هذه تنتكلم عليها اللي هو increase the RBC formation زي ما تكلمنا عليه لأنه عندك secondary metabolic anabolic effect ويزيد اللي هو حيكون ال BMR تو نتكلم عليه هي لأنه مسؤول زي ما قلنا اللي هو حيكون sport of growth متاع البون، يعني يزيد النمو بسرعة متاع البون ويسكر الابيفيزيال بلايت بسرعة. بالضبط، يعني يزيد البون إنه يكبر بسرعة وفي نفس الوقت يسكر بسرعة. لو صار delay أو لو نقص للتستوستيرون تلقاه صح يطول، لكن اللي هو حيكون الابيفيزيال بلايت ما يتسكرش بسرعة، يعني حيصير له ديلي حتى في الفلوجن متاع الابيفيزيال بليت. والتستوستيرون اللي هو حيكون يعتبر ستيرويد هرمون فعنده ويك اللي من الكورتيكويد اكتيفيتي. الكنترول متاع زي ما نعرف ان اللي هو حيكون الكنترول من ناحية اللي هو سبرماتوجينيس تكلمنا عليها تو التستيكولر اللي هو حيكون سكريشن والبيتيوتري باليوتينايزنج هرمون زي ما قلنا اللي هو حيكون البيزوفيليك من الانتيريور بيتيوتري. والهايبوثالاميك نلقوا اللي هو حيكون عبارة عن ريليس اللي هو حيكون الجونادو تروبين
تمام، هذا اللي هو حيكون جونادوتروبين ريليسنج هورمون. شنو يمشي عن طريق اللي زي ما قلنا الهايبوفيزيال هايبوثالاميك هايبوفيزيال اللي هو حيكون بورتال سيستم. تمام، فيمشي اللي هو حيكون من الفيزرال كورتكس والثالاموس، اللي هو حيكون على خطر شنو، على خطر اللي هو ايروتيك ستيمولنت اللي هو حيكون تو ريليس اوف اليوتينايزنج هرمون. يعني باختصار ان الهايبوثالاموس يجيه اللي هو حيكون الكورتكس باهي اللي هو من ستيمولنت ايروتيك ستيمولنت، يجي للهايبوثالاموس يقول له طلع لي جونادوتروبين ريليسنج هرمون، والجونادوتروبين ريليسنج هرمون يمشي للانتيريور بيتيوتري باش يعطيك اللي هو اليوتينايزنج هرمون، واليوتينايزنج هرمون يعطيك اللي هو التستوستيرون. فهذه كل القصه. قال لك ان ترو ذا ريليس للجونادوتروبين ريليسنج هرمون كيف نلقوا ان الامبولسز اللي جايات من الفيزرال كورتكس وحتى من التلامس اللي هم حيكون ديو تو ايروتيك ستيمولاي يدير لك في ريليس اليوتينايزنج هرمون. الفيدباك نعرف ان التستوستيرون نفسه اللي هو حيكون يدير لك في شيء انهبيتنج لليوتينايزنج هرمون والجونادوتروبين ريليسنج هرمون. تمام، فلما يمشي الهايبوثالاموس نقول اللي هو حيكون لما يزيد التستوستيرون في البلد يدير في شيء ديكريس الجونادوتروبين ريليسنج هرمون. بعدين عندك الامراض اللي هو الهايبو والهايبرجونيديزم. اول حاجه الهايبو زي ما قلنا برايمري ان اصلا اللي يديو تستكلر فيريلر. تمام، فنقول الجونادوتروبين اللي هو حيكون ار انكريسد، وهذه مهمه. في كومبليت زي ما قلنا الكاستريشن هذه انكويديزم، والبارتشل هي كريبتوكريزم اللي كريبتوكريزم اللي حيكون في اندسند تستس، فتلقى في تستوستيرون لكن ما تلقاش في جاماتوجينيسيس. تمام، ففي سبرماتوجينيسيس لكن ما فيش اللي حيكون ما فيش سبرماتوجينيسيس لكن اللي حيكون التستوستيرون يزيد او مكمل عادي السكريشن. السكندري طبعا اللي هو حيكون ديو تو شيني اللي هو حيكون في البيتيتري نفسه، ما عادش في بيتيتري جونادوتروبين، معناها اللي هي ناقصه. يعني هنا التستوستيرون والجونادوتروبين ناقص، لكن في البدايه الاولى البرايمري تلقى التستوستيرون ناقص لكن جونادوتروبين زايد. المانيفستيشن نتاعها اللي هو ديبند طبعا اللي هو حيكون على الايج، ففي اللي بيري بيبرتال ونتكلم على البوست بيبرتال، وتكلمنا على الفرق كله في الريجريشن او انه ما فيش جروث من الاصل، فالبوث عندهم ستيريلتي. تمام، فهذا السكندري سكس اورجانز اللي حيكون تقعد انفانتايل غادي تلقاها هي كبرت لان بوست بيوبرتال بعدين، لكن يبدا يدير في ريجريشن يعني يدير في اتروفي. هذا اللي حيكون كاركترستيك ريمين انفانتايل باي ديكريس بي ام ار، غادي حيكون عنده مسل ويكنس ومسل ويستنج، وهذا اللي هو لينث زي ما قلنا تولر ذان افريج لينث اللي هو حيكون علاش الديلينج اوف اليونين اوف فيسس بلاد. سايكولوجيكال طبعا تشينجز اللي راح يكون بيكم سكشوال انفيريور وكذا، ستيريلتي بتاع البوست بيبيتال ابسنس اللي يدير في ريجريشن للاورجن سكسري سكس اورجنز السكندري سكس كاركترستيك حتى مثل الريجريشن ويستنج المسل، والبيرسون اللي حيكون نفس الشيء بيكم زيريتبل باي. من ناحيه الهايبرجونيديزم حتى يعتبر رير لكن كان في برايمري هذا من التيومر بتاع اللايدنج سيل باي، لو كان سكندري من البيتيتري نفسها وهذا يعطيك سودو وهذا يعطيك ترو. تمام، فلما يقول لك اللي هو حيكون مانيفستيشن ديالك بريكوشس بيبرتي يعني اللي هو بيبرتي او بلوغ مبكر، فبريكوشس سود بيبرتي هذا اللي هو حيكون شيء كاذبه، نلقوا اللي هو حيكون ايرلي ديفلوبمنت اللي هو حيكون عباره شيء سودو بيبرتي ايرلي ديفلوبمنت الكاركترز لكن مداود جيماتوجينيسيس، هذه اكورس في البرايمري زي ما قلنا اللي هو حيكون اللي انكريس في اللي هو انكريس بالاندروجين لكن ما فيش اللي جونادوتروبين او انهبت اللي حيكون الجونادوتروبين سيكريشن. بعدين اللي بريكوشس تري بيبرتي نلقوا هذه اللي حتكون عبارة عن early development في الكاركترز ومعها اللي جيماتوجينيسيس. تمام، في السكندري تايب اللي حيكون increase secretion الجونادوتروبين، post pubertal increase sexual function وخلاص. تمام، حاجة واحدة منقولها هنا ان البريكوشس سودو بيبرتي لما يزيد التستوستيرون بروحة طبيعة الحال شن بيدير، حيزيد حيديرك اللي هو حيكون حينقص لك في شيء، ينقص لك اللي هو حيكون في ال تمام حينقص لك اللي هو حيكون في الجونادوتروبين، فهذا يدير لك مشكلة أكتر، مش إنه حتى الجونادوتروبين مش زايدة أصلا ناقصة في البريكوشن سودو بيبرتي. تمام تمام، بعد عندك اللي السيمن أكيد سبرماتوزوا، قلنا السيمن الفيزيكال 60% فارتش اللي في الفركتوز باش يعطي الفيول، بروستاتا 30% الكالاين باي نيوترلايز اسيديتي، وفي اللي حيكون سيتريك اسيد فوسفاتاز، وعندك اللي هو حيكون فوسفاتاز وغيره. تمام، عندك بعدين السكريشن اللي هو حيكون في كوبر ذا جلاند اللي بابل يوريثرا اللي يعتبر ليس ذان 5%. تمام، فهذا ما مراجعهم زي ما قلنا اللي هو السيمينال فيزيكال في اف اف اللي هو فيزيت فور فركتوز
باهي. بعدين عندك اللي هو حيكون البروستاتيك اللي هو 30% يعتبر لك اللي هو الكالاين، ومعها اللي هو حيكون طبعا تو نيوترلايز الاسيديتي، وفي نفس الوقت بتزيد معه سيتريك اسيد، وبتزيد معه اللي حكوا الفوسفاتاز وبروتيوليتيك انزيمز، واخر حاجه الكابرز جلاند اللي حكون شيء اقل من 5%. من ناحيه اللي هو التست زي ما قلنا اللي هو بنشوف الجونادوتروبين لو زايد معناه في الهايبوجونادزم، هذا في الهايبوجونادزم، لو زايد معناه عندك برايمري هايبوجونادزم، لو ناقصه معناه سكندري هايبوجونادزم. بتشوف ال 17 كيتو ستيرويد بس تشوف انت هيك بتبي تشوف التستوستيرون، تمام؟ لو لقيت ناقص معناه عندك مشكله في اللايدنج سيل، لان ما عندك تستوستيرون. لو لقيتها نورمال معناه عندك مشكله في شيء في الجيماتيك فانكشن، بس لان التستوستيرون عندك كويس يعني اللايدنج سيل ما هيش صاير له ديسربشن. الفوليوم 2.2 ل 4 ملي، تمام. اف ليس ذان 2 ملي معناه في مشكله في التستوستيرون. الفيسكوستي كان هاي ينقص الموتيليتي. سبيسيفيك جرافيتي 1028، نمبر 60 ل 120 مليون بير ملي. الموتيليتي اللي هو حيكون 60، تمام، اللي هو حيكون عباره عشان تقعد اكتف 3 اورز، لكن الابنورمال اللي هو حيكون عباره عشان ما يفوتش مفروض ل 20. باهي الكيميكال نلقوا اللي هو حكوا البيت زي ما قلنا الكالاين، باهي الفركتوز اللي هو النورمال من 1.6 ل 6.5، لكن المهم انه اللي هو حيكون كان ينقص اقل من 1.35 يعتبر اللي هو حيكون حتى هو دكريس تستوستيرون. بعدين تاخذ البيوبسي في الازوسبيرمي يعني ما فيش سبيرم، نقول لي تستيكلر بايوبسي شود بي تيكن اند ديسمينفرس تبيول، خير من اللي حيكون سمينفرس تبيول، بدير من اكزامينيشن. لو كان فيلد معناه في مشكله في الدكت صار لهم ابستراكشن، لو كان ما فيش سبير معناه في ريفرسبل تستيكلر دامج. بعدين عندك اللي سيرتولي سيل، نعرف ان لارج سيل اللي اكستند زي ما قلنا من البيسمنت ممبرين انتو ذا اليومن، باي ديفلوبمنت بتاع سيرتولي سيل اللي عباره عن ستيميليت باي فوليكلر ستيميليتنج هرمون، هذا يدير لها الديفلوبمنت ويدير لها الريليس اللي حيكون في شنو في الهرمونز بتاعها اللي هم خمسه اللي نتكلم عنها بتاع الاستروجين انهبين اللي هو مولرين انهبيتنج فاكتور مايوتيك انهبيتنج فاكتور، وعندك اللي هو حيكون اندروجين بايندنج بروتين. اول حاجه دي لك البلد تيست بارير، زي ما نعرف ان التايت جنكشن بين السيريتولي سيل هذه اللي هو حيكون شيء يدير بروتكت الجيرم سيل فروم دي بلد اللي هو حيكون شيء هارمفول انتيجين، يعني الجيرم سيلز منهم اللي فيهم 23 يعني من السكندري ورك اوف فوق السكندري سبرماتوسايت سبرماتيد سبرماتوزوا، وفي نفس الوقت بريفنت الانتيجينيك برودكت يعني الانتيجين ان اللي هو حيكون عباره عن شيء اللي هو حيكون بريفنت الانتيجينيك برودكتس يمنعهم ان يخشوا للجيرم سيلز، تمام، فروم انترينج سيركليتنج اللي هو حيكون ان جنريتنج الاوتو اميون ريسبونس. فقال لك اللي هو حيكون ان بريفنت الانتيجينيك برودكتس يعني اي انتيجين ضد اللي هو حيكون الجيرم سيل انه يدخل اصلا للمكان هذا ويبدأ يديلك اي اللي هو حيكون ديفكت يعني يمنع لك اي هارم في البرودكت، واصلا هو نفسه هارم في البرودكت يعتبر لك اللي هو حيكون الانتيجين، تمام، وبروفايد اللي هو سبيشال انفايرمنت، تمام، والسو اللي هو حيكون سبيشال رول في سبرميوجينيسيس في سبرميشن حتى في الكونفرجن والفاجوسايتوزس، تمام، الفاجوسايتوزس دول البودي، وعندك اللي هو حيكون شيني السكريت، تمام. فهذا اللي هو حيكون من ناحية الفانكشن، نراجعهم الفانكشن بتاع زي ما قلنا اللي هو حيكون production اللي هو حيكون في germ cells، تمام، protection of germ cells ما يخليش لي harmful agent اللي يدخلوا له. تاني حاجة prevent الانتيجينيك برودكت، تمام، انهم يدخلوا في نفس الوقت انه شنو يدير لك اللي هو حيكون الجسم انتي بودي ضدهم، فيدير لك اللي هو حيكون شنو اوتو اميون ريسبونس، تمام. فبشكل عام يمنع اني اللي هو حيكون الجسم انه يشوف الجيرم سيل هذه كخلايا انها خلايا غريبه، تمام، فيمنع انه يدخلها ويدير لك اوتو اميون ريسبونس. بعدين عندك اللي هو حيكون السكريشن، زي ما قلنا انهبينج هرمون هذا اللي ينقص لك الفوليكلر ستيميليتنج هرمون، هو يدير لك اللي هو حيكون شنو ينقص لك اللي هو السكريشن بتاعه، تمام. الاستروجين نفس الشيء مسؤول اللي هي سبرميوجينيسيس ويطلع بالفوليكلر ستيميليتنج، اندروجين بايندنج يشد في التستوستيرون وهو مسؤول عباره عن شيء الماتيوريشن بتاع سبرماتوجينيسيس، لان هذا الفانكشن بتاع التستوستيرون، فيخليه شنو يخدم يشده ويخليه يخدم. المودرين انهبيتنج ينقص اللي حيكون الديفلوبمنت بتاع المودرين تيوب، لان هذا يتحول لك بعدين للفلابين تيوب بالضبط اللي حيكون سكريت دروينج الفيتال ديفلوبمنت انهبيت اللي حيكون عباره عن شيء انفورميشن اوف فلابين تيوب من المودرين دكت، تمام، في اللي هو في الميل فيتس، لان حتى الميل فيتس عنده المولرين دكت لو صار لها ديفلوبمنت ولي فالبين تيوب. الميوز انهبيتنج فاكتور هذا يخلي لك ما يخليلكش ان اي ميوز يصير اللي هو حيكون بياوند ستيج اللي نبغى يصير فيه، يعني نبغى يصير اللي هو حيكون في سبرماتوسايتوجينيسيس من سبرماتوجونيا لبرايمري سبرماتوسايت، خلاص هنا وبس، ما عادش نبغى يصير في مكان تاني في ستيج.
فدو سكريت درونج الفيت اللايف ان انهبت اللي حكون بروليفريشن بيوند بريمتيف اللي حكون شيني سبرماتوجونيا ستيج. تمام، فهذا من ناحيه الفانكشن بتاعها اللي هو مولرين انهبيتنج هرمون. تخيل انت عندك سبرماتوجونيا، تمام، اول حاجه انت ما تبهاش، اول حاجه هي بتتحول لبرايمري. تمام، انت اول حاجه ما تبهاش، ما تبيش ان البرايمري يدير ميوزس من جديد، تمام، ويتحول لحاجه تانية. ممكن الميوزس اللي هو حيكون يزيد في العدد متاعها نفسه، لكن بكنترول ميكانيزم دي بروحها مش مطالبين به. لكن ان مهمه المولرين انهبيتنج ان اول حاجه في البيوبرتي باي وفي الفيتل شنو يدير؟ اول حاجه يمنع ان سبرماتوجوني ان اصلا تولي برايمري، فيديلك انهبيتنج للميوزس. باهي هذه رقم واحد. ثاني حاجه ان بريفنت اصلا البرايمري ان يدير ميوزس اللي هو حيكون شنو لي اذر سيلز، فهذا من ناحيه اللي هو حيكون مولرين الميوزس انهبيتنج فاكتور اللي هو سكريتد ترونج الفيتال لايف انهبيت اللي حيكون مرش بروليفريشن بيوند بريمتيف سبرماتوجونيا ستيج. الاستروجين زي ما نعرف بالاروماتيز بتاع التستوستيرون 80 في الاديبوز 20 في السيتوري سيل، تمام، وممكن اللي هو حيكون سمول دوز تلقاه في اللايدنج سيل. عندك اللي الزون بتاع الريتيكولارس بتاع الادرينال كورتكس. تمام، هيك ان شاء الله تم المين سيستم على خير. بإذن الله الفيميل سيستم إن شاء الله حينزل بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.